هذا التحالف الأخير اللي هو تحالف يسموه الإرادة الدولة، إدارة الدولة، إدارة الدولة، سلام الله على الإدارة، مع العلم أنهم فاشلين في كل شيء، يعني ما في لا إدارة ولا دولة. أي. السيد الحلبوسي عندما اتفق مع الإطار التنسيقي بخصوص تشكيل الحكومة كانت عندهم مطالب مثل ما الأخوة الكرد كانت لهم مطالب. بلي. يعني الأخوة الكرد لهم مطالب، الأخوة السنة لهم مطالب، الأغلبية الشيعية في السلطة اللي متمثلين بالإطار التنسيقي وظيفتهم تنفيذ المطالب من أجل أن يحكمون، هاي لا أكثر ولا أقل فقط، بس من أجل أن يحكم ويسيطر على الوزارات وكمسيونات ومشاريع، وهاي ماكو غيرها، وطلبات يعني الناس بالمحافظات الوسط والجنوب. شلون أي شرط لم يوضع من أجل الأغلبية اللي هم كما يقولون إحنا نمثلها. حلو. فلذلك السيد الحلبوسي الآن هو في وضع غير طبيعي، وقد تؤدي حركاته في الأيام المقبلة إلى انهيار تحالف إرادة الدولة. انهيار. لأنه إرادة الدولة لحد الآن لم تنفذ أي شرط من الشروط التي تم التوقيع عليها. طبعاً وهذه الشروط هي بالأغلبها شروط قاسية بالمناسبة، يعني مو شروط، قسم من عدها منصفة بحق يعني إخوان المكون السني، وقسم من عدها قاسية يعني خارج حتى خلاف القانون والدستور. مثل لأن يعني أنا يوم أمس من تحدثت بهذا الموضوع بالأخبار قالوا لي لا أغلبها دستورية، ما خرجت عن الدستور. إذا أغلبها دستورية ليش ما ينفذوها؟ هاي بس شنو القاسية اللي أنت قريتها يعني مثلاً أو حللتها قلت قاسية أو مو دستورية؟ يعني بالنتيجة يعني إحنا ما نريد نخوض بالتفاصيل مالتها، بس منتظرين المفاوضات اللي راح تجرى بخصوصها. فبالنتيجة أنا أنقل لك رأي الحلبوسي الآن. الحلبوسي وضعه وياهم وضع حرج، وبأي لحظة يعلن انسحابه من هذا التحالف، وقد يتبعه أيضا الأستاذ كاكا مسعود بالانسحاب من هذا التحالف.